ومع المتغيرات التي يشهدها العراق في طبيعة الخدمات بطيئة الحركة على غرار مغذيات نهر الفرات، تستمر أزمة الكهرباء في رحلة الشتاء والصيف دون وضع الحلول الناجعة لها، والتي أصبحت من الأعباء اليومية للمواطنين على مدار أيام العام. الزميل عباس محمد زار مدينة خانقين ونقل معاناة أهالي المدينة في ظل تزايد ساعات قطع التيار الكهربائي. بخطى متسارعة تتصاعد أزمة الكهرباء في خانقين مع استمرار الانقطاع المستمر وانهيار أجزاء واسعة من المنظومة الوطنية بالتزامن مع ارتفاع أسعار صرف الدولار، ولتصبح الأزمة عائقا ثقيلا يواجه المواطن الخانقيني. والله الكهرباء مو زينة خاصة بهاي الفترة، انقطاع مستمر بها وموقفت أكثر شغلنا، مو بس احنا، هواية من المحلات والماركتات كل مكان مأخرتنا، يعني مأخرة شغلنا وهواية أشياء دي. والله صراحة هالفترة صار لها 4 أيام 5 أيام دمرنا بعد الجارات الشهر، لازم أبو المولد اللي يخوطنا 19 و20 أمبير، هو القائمة قام نزل 4000 دينار، بس تعرف راس الشهر يجي أبو المولد بكيفه. إيش كم ساعة تدفعت؟ والله تقريبا 12 13 ساعة. هالخمس أيام دمرتنا دمار شامل، يعني إحنا شغل طبعا كل شغل الماركتات القصاب كل المحلات تحتاج كهرباء، اذا كان كهرباء يعني ماكو حياه صراحه. في المقابل لم تستطع المولدات الاهليه توفير ما يحتاجه المواطن في ظل تزايد ساعات القطع، اضافه الى زياده الاجور الشهريه للمولدات الاهليه. كلها كانت اسباب في تراجع الواقع المعاشي للمواطن العراقي. اسعار مولد هالشهر ب 9000، التجاري والمناطق ب 8000 دينار، يعني مو من ما نقول مناسب، يعني هو يقولون احنا مشغلين على الساعات، جاي الحكومه القائم لنا يقول مشغلين 8 ساعات، ما ادري ايش قد 8000 ايش قد مشغلين، يعني على الساعات يمشون، هم يقولون قائمه مطي سعر الامبير ب 8000 دينار والتجاري ب 9.5 بداخل السوق، واكو العوائل فشون يعني اكو متاذيه ما عنده، يعني يقول اني ما عندي، يعني هوايه سعر الامبير هوايه. والله مولدات هنا بخانقين يعني ساعات التجهيز للمولدات للمواطن كلش قليل، يعني تطفى الكهرباء ورا نص ساعه يلا يروح يشغل، وتسعيرات كلش غاليه والمواطن كلش متاذي من ورا اصحاب المولدات. هواي سوى مناشدات، هواي نشروا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، كل شيء ما فاد وياهم، والتسعيرات غالية، ويعني المواطن يعني حار، وش يسوي من وراه بالمولدة مأثر كلش، يعني على جماعة السوق اللي عندها محلات، على البيوت اللي عندها مريض، يعني شو يسوي هذا إذا ماكو كهرباء 4 ساعات و5 ساعات وهذا نص ساعة يشغل أبو البيت، شو يسوي يا أبو المحل؟ وتستمر أزمة الكهرباء بالتفاقم في الصيف والشتاء دون وجود حلول تنتشل الواقع من تلك الأزمة المستعصية، رغم تخصيص عشرات المليارات لحل الأزمة، إلا أنها بقيت تراوح مكانها. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.